من الاشكال اللي هي الموجوده على الحيط ده، اللي هي نازله من سبوت اسمها اي اي اس لايت. وده النوع اللي هو اللي موجود عندك هنا اهو كده في ايه، في الماتيريال قصدي في اللايت اهو، ادي في ري واسمه في ري اي اس. ايه بقى قصه الاي اس؟ ده عباره عن لايت عادي بيتركب له مجموعه اشكال من بره. مجموعه الاشكال دي انا بعتها لكم هي على جوجل درايف، حلو مش عارف شفتها ولا لا. حضرتك ممكن توريها لنا بس؟ اهي بص، في احسن 30 واحده، احسن 30 اي اس اللي هم دولت، مديك اللي هو الصوره او الكتالوج اللي بيقول لك كل واحده رقمها كام وشكلها ايه. شايف حد شايفهم اول؟ ايوه تمام تمام. طيب هل انت دولت بس اللي بعتهم؟ لا، انا بعت لك تقريبا 64000 وشويه واحده. يا نهار ابيض، طب انا هشوفهم ازاي؟ بعت لك معاهم برضك برنامج، البرنامج ده بيوريك شكل الايفكت او بيوريك شكل اللايت. البرنامج ده اللي هو ده اللي هو اسمه اي اي اس فيور، اللي هو ده شايفه؟ ايوه ده فعلا كنت منزله. اي طب ده انا بشتغله ازاي؟ طبعا ال 64000 اهو، في حاجه اسمها ليفونيا لايتنج اهي، كل دول كنت تفتح كل واحده من دولت هتلاقي فيه فرح من جوه من الايه، من اشكال لايت. ايوه طب انا اتفرج عليهم ازاي دول او اشوفهم ازاي؟ تتفرج عليهم ازاي؟ بالبرنامج اللي انا مديهولك. ازاي الكلام ده؟ هقول لك يعني مثلا انا هاخد دولت بس كده بره اهي، اللي هو ده، وهاجي للبرنامج اللي انا موريه لك من شويه. ما حدش تكتب، خلي بالك عشان الموضوع ده مهم. وده البرنامج اهو، هدوس عليه دبل كليك من غير سطب ولا حاجه. هتروح للفولدر اللي هو على الديسكتوب اللي لسه مطلعه، وادي اللايتنج اللي هي الاشكال. حد شايفهم؟ بمجرد ما تختار ايه اللي بيظهر في الكورنر الشمال من هنا من تحت؟ اللايت. ايوه كده شفنا. بس هو بيديك الشكل وبيديك قوته وهو كام واط كمان، بس انا مش عارف شكل الايفكت بتاعه على الحيطه. شايف انت اللمبه دي؟ ايوه. تعالى اختار كده، ومجرد ما بتنزل بالاسهم بيوريك الشكل. شايف حد شايفها؟ ايوه يا باشمهندس. زي التورش كده برضه يا باشمهندس صح؟ نعم. زي اللايت بتاع التورش مثلا كده، او لو في رفيع كمان يبقى ليزر. كتير. في عندك بقى 64000 وايه وشويه. احسن 30 هو الخط اللي هو البولد ده اللي هو النور نفسه، انما اللي ورا الخفيف ده اللي هو الاسبكت بتاعه. هتلاقي هتلاقي عندك البرنامج اللي هو اسمه ايه، اي اي اس فيور اللي هو. فانت معاك، انا بعته على الواتساب دلوقتي يا باشمهندس. معاك البرنامج ومعاك النايس اي اس اللي هو احسن 30 واحده، ومعاك الفولدر اللي هو اسمه ليتونيا ده، اللي هو ليتونيا ده اللي هو فيه اللي هو 64000 وشويه اللي هو ده. طب تمام، هشتغل ازاي يعني؟ هقول لما هتيجي في مكان زي ده كده، فين الكادر بتاعك؟ تعالى بس ناخد كادر تاني. فين الكاميرا؟ هروح اظهرها، ادي الكاميرا اهي شايفها، وهاجي موف واروح جاي واخد هنا كده شيفت واروح طالع تاني، بدل ما اروح للسكريبتنج وران سكريبت واعمل القصه دي كلها. انا خدت كوبي منها. طب هي التارجت باصص لبره، تعالى هنا للموديفاي وتعالى شيل التارجت واحطها عشان التارجت يظهر، واجي هنا على الكاميرا ورايت كليك وسيلكت جي كاميرا تارجت، واخد التارجت بتاعها وارميه على الحيطه الناحيه الثانيه. شايف؟ ايوه يا باشمهندس. واجي اخلي الكاميرا بتاعتي اللي هي دي كده اهي، كاميرا دي. يبقى انا كده ببص على الجزء ده، كام حد شايفه ولا لا؟ شايفين؟ تمام يا باشمهندس. طيب اجي بقى هروح اعمل ايه؟ اروح جاي هنا كده ومظبط الكاميرا، كانك انت معاك كاميرا الموبايل، وبتبتدي ان انت تاخدي كادرات على حسب ايه رؤيه عينك. انت عايزه تاخدي الكادر ده بتاعك منين؟ اجي كده رايت كليك واقول له سيلكت كاميرا تارجت، وابتدي احرك التارجت بتاعي على حسب ما انت حابه تبصي. انا عندي كده، انا عايز احط السبوتس بتاعتي هنا، يعني عايز ابص على السبوتس بتاعتي هنا كده اللي هم دول، عايز احطهم هنا. بس في مشكله، السبوتس اللي انت هتروح تجيبها دي محتاجه حاجتين. انت مش هتروح تنشئ اللايت وخلاص والحيطه مقفوله وتديك شكل افكت، في الواقع بيكون ليها بيت. ما فيش حد شاف الكلام ده اصلا وهو بيتعمل ولا لا، يعني ليها حفر او في الجبسن بورد نازل منها سلك، وفي يونت اضاءه كمان. انا جبت المكان مقفول مخصوص عشان اوريكم ايه ان انت الكلام ده لازم تعمله زي الواقع بالظبط. مش فاهم يعني؟ لازم اجي هنا كده واروح جايب هنا كتله اهي، خدت بالك؟ ده مكان السبوت، ودي تطلع بيه من فوق كده اهو، ولازم احفر مكان السبوت اللي هيتسقط في الحيطه. تعالى نكرره، شفت؟ واروح واخد دي كده، واروح قايل والله انا عايز اثنين او ثلاثه او اربعه. طب ثم هبتدي امسك الحيطه او الجبسن بورد، واجي اقول له هنا كده كوم داون، واقول له هنا في فوليوم، واجي هنا ستارت، وابتدي ان انا اخد الحاجات اللي انا حاططها. ده كده انا رحت عملت له البيج. حلو.
هل هتروح تحط اللايت كده وهو محفور ولا في وحده اضاءه؟ لا في وحده اضاءه، في وحده اضاءه. وحده الاضاءه دي برضك انا مديها لكم من ضمن الاكزامبلز اللي هي اللي موجوده. تمام. هتلاقيها فين؟ هتلاقيها من ضمن الفولدرز اللي انا مديهولك. يعني هتلاقي في هنا ايه؟ لامبز اهي. وهاخد واحده انا منزلها اصلا بشتغل بيها، منزلها من على الانترنت. فين هي؟ هنشوف هي نزلت فين؟ رقم 2 يا باشمهندس. اهي. نزلت خلاص. شايفها فين؟ اهي. طبعا انا بروح اعملها هنا ريسكيل على حسب الفتحه اللي انا ايه؟ عاملها. هتشايف؟ ايوه يا باشمهندس. وطبعا تظبطها، يعني انت ما تحطهاش ايه عندك كده بالحب الا ما تظبطها عشان ايه تكون مبيتها صح في مكانها. طب هي موجوده فين؟ موجوده عندك على الارض. شايفها؟ ايوه يا باشمهندس. وبيتها في بيتها كده. انت معايا ولا فين؟ طب انت ليه حفرت؟ عشان الجزئيه دي تبقى متشافه ان هي فعلا غطسانه جوه الايه؟ لو انت في عندك حيطه هتلاقي نص اللمبه مش باين. يعني لو انا جيت دخلت كده برسبكتيف على دي كده اهي، بص شكلها عامل ازاي؟ شايفها؟ لو الحيطه عندك مقفوله هتلاقي الجزئيه دي باظت. حد معايا ولا؟ ايوه فاهم حضرتك. طيب انت بقى محتاج تعمل حاجه، طبعا دي لوحدها اهي، لو انا دوست الت كيو ده اليونت اهي. طبعا هتظبطها ازاي برضك؟ دي حتتين. انا الكلام ده قبل ما اعمل لايت خالص. طيب الحته دي لازم تاخد اضاءه، لمبه منوره. طب تفتكر هنورها ازاي؟ هديها ماتيريال. يا سيلف اليمينيشن. ايوه السيلف اليمينيشن اهي اهي، او لون اورنج مثلا، واروح اديلها هنا سيلف اهي، او لون كذا اهي كده. وممكن ادي نفسه هو هو اللون فوق، كوبي رايت كليك بيست اهو، هو هو نفس اللون، وازود القيمه بتاعته ادي الماتيريال. طب الوحده اللي بره دي يا اما بتبقى سيلفر يا اما واخده شكل الذهب او اللي هي شكل نحاسي. فانا الكلام ده هعمله ازاي؟ لما نيجي ناخد في محاضره الماتيريال، عايز اخد مثلا من هنا درجه لون، وهاخد هو هو نفس اللون في ريفليكشن. بس طبعا الكلام ده احنا ده اجتهاد، انا بوريك ان انت لازم تعمل الكلام ده بوحده الاضاءه عشان تبان هي اي ريل او ايه تبقى صح. ودي بوينت لاين مثلا، واشيل الفريسنل كده واقول له لو سمحت اديني هنا افكت اللي هو بتاع اللي هو بتاع الميتالز او الحاجات دي كلها اللي هي الورد. اللي هو يعني انت قصدك كده هي خلاص دي كده بقت ذهبي او مذهب؟ اه. بس مفيش مانع نفتح اللون شويه عشان ما تبقاش مكتومه شويه. ايوه شايفها؟ واعمل كده هنا اي اساين وشوف. الوحده دي كده دي وحده الاضاءه قبل ما تحط لايت. فانت هتعمل ايه؟ بعد ما خلاص هتعملها هنا كده جروب. طيب ثم هتبتدي بقى تيجي تكررها على الباقي، يعني انت تيجي هنا تقول له ايه لو سمحت شيل الايه؟ الايزوليشن كده، وابتدي ان انا اكبر التوب، وابتدي اقول له لو سمحت كررها لي بنفس المقاس عشان ما تقعدش تغلب نفسك بقى. وقول لو سمحت اديني اثنين او ثلاثه او اربعه على حسب الحاجه اللي موجوده عندي، في حاجه زياده مش عارف. المهم تعالى هنا كده اهي، سقطت مكانها اهي، شايفهم؟ ايوه يا باشمهندس. بص بقى الكادر عندك من غير ما تعمل لايت بقى عامل ازاي؟ ده الكادر. ايه رايك؟ ما انت بتسمو لواقعية الصوره. لو انت جيت عملت هنا ريندر ادي المنظر من غير ما تنورها، يا دوبك انت عملت وحده اضاءه وحفرت في الطوب او حفرت في الجبس بورد، ده اللي هو الحاجه الواقعيه اللي موجوده يعني. بص هتشوفهم؟ مش واضحه لسه. تمام خلاص ده كده بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تبدا ان انت تصنع اللايف. كويس تمام. كيفه؟ ايه واضحه يا باشمهندس. طيب اروح بقى اصنع اللايت ازاي؟ خلاص دي جزئيه بقى اللي تخصنا في موضوع اللايت ونركب عليه الايفكت. فين اللايت؟ اللايت عندك اسمه اي اي اس لايت، اللي هي في ري اي اس، اللي هي هتروح تصنعه كانك بتصنع اي وحده لايت. هدوس وافضل دايس وانزل على تحت.
ان هي يبقى ليها سورس وليها تارجت. السورس اوف لايت اللي هو عين الكشاف او المكان اللي بيطلع منه الاضاءه. التارجت ده المكان اللي انت بتركز عليه الاضاءه. طب بعد ما انت صنعتها قبل ما تلعب في اي حاجه من هنا حاجه كده اموف وابتدي ان انا اخدها كده ايه ابيتها في مكانها. ابيتها فين؟ مش هتحطها جوه اللمبه، لا ده هتحطها تحتيها، يعني انت مش هتسقطها جواها. انتوا معايا يا جماعه ولا فين؟ ايوه تحتها كده واروح نازل كده خلاص. طيب بعد ما انت جيت عملتها دي كده في النص، تعالى هاتها كده ارجع ورا. انت كده ظبطت واحده فقط. طب هكررهم ازاي؟ اهم حاجه ما تنساش موضوع انستنس. انستنس حاجه في منتهى الاهميه يعني. عشان بس الغلبه بعد ما تقعد تغلبك. طب اتحطوا اللايت خلاص والانستنس اه. طب تمام تعالى بقى نلعب فين في اللايت وشكل. هو كده في لايت، تعالى كده نعمل ريندر. وبدل ما تقعد تستنى الصوره كلها احنا اتفقنا انت ممكن تروح تعمل زي شكل مربع. لكت بص انت يا دوبك حطيت اللايت، بص عامل ازاي؟ اه الجدار كله نور. ايوه بس ما هو ده مش شكل واقعي، يا دوبك هي نورت المكان بس. شايفها؟ ايوه. يعني وحتى يمكن ضعيف، طب انا اعمل ايه؟ اروح جاي بقى خلاص انا عملت كل الوظائف المساعده اللي تخليني اروح اظبط اللايت، همسك واحده منهم. ثم هاجي هنا الموديفاير. بيسالك طبعا انيبلد اه او لا، عايز شيدنج اه ولا لا، ديستريبيوشن اللي هو شكلها مش فاهم يعني ايه شكلها دائري. لما تيجي تركب لها هنا وطبعا ليها تارجت اه ولا لا، هتيجي هنا من عند كلمه اي اس فايل وعند كلمه نان، تعال شوف انهي شكل يعجبك. يعني انهي شكل اللي هي الموضوع اللي هي الاي اس لايت اهي. تعال هنا من نايس اي اس اهي اهي. انهي واحده من اللي موجودين دلوقتي يعجبوك؟ اختار اي رقم 18 مثلا اللي هي دي. فانا هاجي هنا كده من جوه واجي هنا كلمه اي اس فايل واخش اشوف انا حاططها فين، والرقم اللي قال عليه خالد اللي هو رقم ايه 18 فين 18 اول حاجه شكل اللمبه بقت عامله ازاي. دي كلمه حاجه اسمها شو ديستريبيوشن، هي دي عايز تشوفها اه ولا لا. شايفها؟ مش هتفرق أيوة معاك حاجه غير ان انت مركب، غير انت تعرف ان انت مركب اصلا اي اس اه ولا دي حاجه. شكلها ارفع في البي وردش تمام اه. بس خد بالك هو انت طبعا عايز شادو اه ولا لا، البيس اللي هي بعد الشادو عن اليونت بتاعتها اه او لا، عايز تروح تعمل لها روتيشن بزاويه بدل ما تعمل لها روتيشن بايديك ممكن بدرجه. ايوه فين القوه؟ انزل كده تحت ادي الكالر بتاعها اهو، تعالى خد لها درجه لون وتعالى هنا اهو كده قول له القوه بتاعتها 600. لا انا مش شايف معلش، دايما لما باجي اجرب بحط رقم كبير ثم اجي احط رقم صغير. يا نهار ابيض 60,000. طب انا مش شايف هنا، ممكن تروح انت انا بعمل كده في اي حاجه بجرب فيها، بخليها عاليه قوي او قليله قوي عشان اشوف شكل الافلام. وجيت هنا خليتها هنا هاي كواليتي واصبر عليه شويه لحد ما يطقطق او لحد ما ينطق. شايف هو اتعمل ازاي؟ ب 60,000 اتعمل ازاي؟ ايوه قوي جدا. تعالى هنا كده بدل 60,000 انا عارف ان كده اشيل منها صفر. عاليه برضك؟ محتاجه تنزل اه شويه. عاليه جدا برضه. نخليها كام؟ خليها 1000 بدل 600، هي كانت 600. تعالى نخلي كده هنا 1000. وتعالى بقى ايه نعمل رنة. يعني انت بتشوف حدودك قد ايه. المفروض يا باشمهندس بتفضل سايبين التارجت لتحت خالص كده وممكن تطلعه فوق على حسب الايفكت. يعني اقصد افضل ايه اول؟ هتشوفها؟ ايوه باينه يا باشمهندس. خلي بالكوا عشان دي كل دي حدوته وانا هعيد تاني.
هي كده ممكن الإضاءة راحت شوية. لا هو لسه برندر، خلي بالك اهي شايفها. ايوه كده، لا تمام كان باينة في ظبطت، الأول برضه. وصلت الحدوتة، وصلت. وصلت يا طيب باشمهندس. تعالى بقى، بالرسمة حتى اللي هي فيها الكيرف. نعم اللي هي الكيرف اللي هو الميز. تعالى بقى ايه أي أصول نقول باينة هتبقى أكتر. تعالى بقى من ايه، من لما اول حضرتك قربت من اول نضيف في التارجت فايل، في بتاعك. فايل في فايل اخف شويه، خدت بالك؟ وهعملها لكم كذا مره يعني. بص تعالى نجيب فايل خفيف خالص، يعني فايل زي ده كده مثلا. اللي هو ده، واجي اخد منه نسخه بره الديسكتوب، وهاجي ارجع ده كده واير فريم اهو اهو، تمام. وده كانه استوديو، والاستوديو ده في عندك المكان وفي عندك لايت وفي كل حاجه. فانا هاجي هنا للاي اس دي ري اي اس اهي، وهاجي كده ادوس وان كليك واسحب كده اهو. شايف حد شايفه اه ولا لا؟ هو موجود هنا اهو، ايوه يا باشمهندس، اللي هو فين؟ اللي هو ده كده. باين في الشكل على اليمين كده. امسكه كده اهو بامر موف، انزل بيه تحت. طيب ثم انا عايز اخد منه كذا نسخه اهو، اخد من ده بس فقط، اجي هنا لايت، اقول امسك اللايت بس اهو، وهاجي من ده كده، وهاجي هنا شيفت، واروح واخد منه كده كذا نسخه. انستنس برضه. طب تمام كده شكله عامل ازاي؟ لو انا رحت جبت بقى اللي هي هاي كواليتي كده، اعتقد الدنيا هتبقى اخف كتير من الفايل ده، فاضيه طبعا. بص بص شكله عامل ازاي؟ تعالى بقى امسك من ده زي ما احنا خدنا من شويه، وخش هنا على موديفاي، وقول له هنا نايس اي اس، واجي اخد اي واحد منهم، هتلاقي شكل الايفكت عندك نزل اوتوماتيك عندك قدامك. بص شوف شكل اللايت عامل ازاي؟ ايوه فاهم. تاني هاخد اي رقم تاني، 9 مثلا، بص لما تيجي تعمل ريندر شايفهم؟ ايوه يا باشمهندس. حد يا جماعه معايا ولا فين؟ ايوه يا باشمهندس محمد. محمد انا اخد واحده ثانيه اهي، اعتقد هيبقى ايه واضح اكتر شويه اهو. معلش يا باشمهندس، وانا اخترت ازاي من بره؟ بتيجي هنا من عند كلمه اي اي اس فايل، ادوس عليها واروح للفولدر فين الشكل واختاره. لا ابس تمام، مش شايف قوي، عايز اقول ده رقم يا ربي، مش سيريال او مش بتاع ده. طب الكلام ده بقى عشان انتوا تجربوه، انا هروح افتح برضه فايل تاني اهو برضه خفيف. ده للتجربه، ده هو ده. ده اصلا كده كده في اصلا في سبوتس، لو هو فين هروح اشد كده اهي اهو، اللي هو في السبوتس دي، كان حد شايفها اه ولا لا؟ ايوه يا شمال، ايوه يا باشمهندس. حاجه اخلي دي كده واروح اعمل لها كاميرا عشان تبص انت عندك بايه؟ بعين الكاميرا اللي هي البي ري. انا كان ممكن اجيب لكم ده من الاول، بس كنت حابب اقول لكم على موضوع السبوت وان انت تفرغ مكانها يعني. شايفوه؟ ايوه يا باشمهندس. اللي هو يعني بص، السبوت دي بلوكات يا باشمهندس اللي احنا بنحملها، صح؟ موجوده على كده اهي، واجي اعمل دي كده. ده دي اليونت بتاعت الاضاءه، هتعمل فيها ايه؟ هتعمل فيها اللي هي زي الماتيريال، بس مش وقته لحد ما ناخد ماتيريال. هتبقى انت جاي هنا كده اي اس فايل اهي، وهاجي في المساحه دي كده، وراح جاي ساحب ونازل بيها تحت كده اهي، خلاص. وخلي بالك الايفكت اللي بيبقى نازل على الحيطه على حسب بعد السورس والتارجت عن الحيطه. انتوا معايا ولا فين؟ يعني ممكن اخد دي كده واقربها كده شويه. بص طبعا دي اللي هي بتتكرر، هاخد دي كده هتتكرر ازاي؟ هتعامل معاها ازاي؟ امسك اللايت واجي هنا من موديفاي نان، واجي اخد اي واحد من دولت اهو اهي،
هتلاقي شكل الايفكت نفسه اتغير. بص كده لما تيجي تعمل هنا ريندر خلي بالك ده برسبكتيف، فانت لازم تعمل ايه؟ لازم هنا كده سكريبتنج ران سكريبت اهي، وعلى الكادر ده كده شوف عاملها فين اهي، واجي هنا كده كنترول سي ثم سي، انا كده باصص للكادر بعين الكاميرا الشكل الايفكت عندك على الحيطه عامل ازاي. بس ده فيك يعني، يعني انت رحت عملت الايفكت اللايف وعملت الايفكت بتاعه على الحيطه، بس خد بالك انت لحد دلوقتي ما ظبطتش الايه وحده الاضاءه، وتظبيط وحده الاضاءه في منتهى الاهميه. خلي بالك انت كده كده في النهايه بتسمو لواقعيه الصور، فمعنى وقعت الصوره ان كل حاجه تبقى مظبوطه. انتوا حد معايا ولا فين؟ ايوه باشمهندس. يعني ما حدش يروح يعمل لايت من غير ما يروح يعمل الشكل بتاعه. بص الفيلميشن مثلا، بص بص عامل ازاي؟ لسه بتظهر، بتحاول تظهر. ضعيفة؟ مش باينة. اه مش باينة يا شمس. تعالى هنا اهو كده اهي، انزل تحت. واحد الإضاءة اهي. هي دي. اهي. واجي هنا القوة بتاعتها من تحت. بدل 2500 خليها هنا 25000، ودرجة اللون هروح اختار مثلا. اتفقت المايكس دي ما تستعجلوش انتوا كده كده، ما تستعجلوش ان انتوا كده كده هتدبسوا، فمالهاش لازمه الاستعجال كده كده. بعيدها كذا مره عشان ما حدش يدبس كده. حد شايفها؟ اه. بس دي شكلها فيك ليه؟ لان انت في عندك في شايف اضاءه لكن السورس بتاع اللايت مطفي، فدي حاجه مش حلوه. بص ايه ازاي يعني، انت في عندك وحده اضاءه هنا ظاهره على الحيط ودي مطفيه بالمنظر القامي ده، انت شايفها؟ مش منطقي. طب ده شط، معلش انا عايز ايه اسجله له. هو حد زهق من الاعاده ولا لا؟ مش لا عندي استفسار يا باشمهندس، بس تحس ان المصدر نفسه مكانه مصدر. غلط برضه. مش مكانه غلط، لا مش على كده. يعني في الريندر يا باشمهندس حاسس ان التارج او مش عارف ايه السورس مثلا بيبقى فوق مكان الدايت على طول على الشمال شويه كده بس. بس ده القصد برضه يا باشمهندس. اما حضرتك تعمل ريندر هقول لحضرتك عليه. اوكي. تعالى بقى نمسك ده اهو. ده بيبقى عباره عن جزئين، انا هعمل هنا الت كيو ان جروب خدت بالك، واروح ابتدي ان انا اشتغل باي ان جروب واشوف هو موجود فين اللي هو. بص ده عامل ازاي، ده مختلف عن الثاني خلي بالك. انت معايا؟ يعني انت لما تيجي تعمل دي كده هنا كده اه دي ما فيهاش. طب ما انت هتعمل ايه؟ دي بقى مضطر تعمل لها ازازه كده من بره. فانا هاجي ليدي كده اخش على الماتيريال واجي هنا لاي كور انا عاملها قبل كده اعتقد، فانا رحت مدينها اللي هو اللون الجولد ده. خلاص انت بقى تحتاج تعمل ايه؟ هحتاج ان انا اروح اعمل من هنا سلندر مثلا كده بقيمه اللي هي المكان ده اللي هي عشان يبقى لونه ابيض كده. انت معايا؟ خالد اهو بص. طب حضرتك يا باشمهندس اهي اختار دي كده وتقطع كده جوه. وطبعا السكنس ان انت مش محتاج يعني سكنس اللي هو الواوي، يعني انت محتاج حاجه رفيعه يعني. ليه كل ده؟ لمجرد ان انت تيجي هنا للماتيريال وتيجي تقول لو سمحت اديني ليها سيلف اليمينيشن. يعني تعال ناخد من دي كده اساين وشو اهي. تبارك شوف دي ايه دي جاهز باين حاجه دي كده، واخد من هنا دي ماتيريال اخد منها فيري ماتيريال عشان انا محتاج ان انا اخد من هنا سيلف اليمينيشن اخليها هنا لونها ابيض كده. خلاص طيب ارجع بقى تاني وهات الكاميرا اهي
وشيل ايزوليشن من تحت وادي الكادر بتاعك وتعالى اعمل هنا كده رندر واتفرج وقول هل في فرق اه ولا لا. احنا ما عملناش اساين هو ده يا باشمهندس اللي انا بسال عليه. بص يا باشمهندس حضرتك هتلاقي الصوره كده كان الشعاع جاي من مكان والسورس هو نفسه ده موجود في مكان تاني. انت عندك اه يعني سبوت كان مفيش في تناسب ما بينهم. ما انا هقول لك ده جاي عشان شويه كمان. عندك سبوت في البيت؟ اه قوم تحت قوم دلوقتي تحت وتعالى لي اه بسيط ابو شوف السورس فين وشوف الشعاع فين. شايفه يا باشمهندس كويس بس اقصد يا باشمهندس اللي لا هو لا يعني ما اقصدش انا بكلمك شوف هو السورس اوف لايت فين. انت بالك انا عارف ان هو رن على الحيطه باين على الحيطه باين على الحيطه وبعيد. انت ممكن بقى تظبط ده مكانه يعني انت بتقول ان هم ما لهمش علاقه ببعض. انا ممكن اخد دولك كده بمنتهى السهوله ابتدي ان انا اجيبهم كده مثلا احركهم كمان في اي اتجاه انا عايزه يعني ممكن اجي كده اهو انت بالك ممكن اجيبهم كده بس ساعتها الكلام ده هيبقى فيك مش مظبوط لان هو الواقع السبوت لايت بعيد عن الشكل. بص شايفه؟ ايوه لان ده اقرب مكان يرمي عليه. تمام احنا هنضوء اهو بص بص شكل الايفكت عامل ازاي. شايفه؟ انت حد معايا ولا فين؟ معلش المايك كان مقفول معلش. ايوه مش شايف والله. تعالى بقى هات بقى الصور اللي انا بقول لك عليها عشان اقناع ليك بس. يعني تعالى هات هنا الصور وتعالى نجيب هنا اي سبوت زي دي كده. بص فين هي؟ ها؟ اه بلاش دي تعالى ده هي انا باينه فعلا زي ما حضرتك بتقول يا باشمهندس. لازم انت تشخصها. بص دي بلاش دي معموله فوتوشوب. بص ده انت عارف ده بقى قريب ليه؟ لان المساحه دي قليله. تمام هو ده اللي انا كنت اقصده تحديدا. بص تعالى كده بص دي بص ده فين وده فين ومتوجه لفين. تعالى تاني ده ما يطلعلوش. والشوط الاحمر بتاع امبارح ما الشوط الاحمر اللي قلت لكم ده ما يطلعلوش لان هو في النص ما فيش حته جنب منه. اه جدع تعالى كده تاني سبورتس تاني. بص اهو بص وصلت. تمام يا باشمهندس. شايف السورس اوف لايت عامل ازاي وشايف اللايت عامل ازاي اللي انعكاس نفسه على الماتيريال. اه وصلت. يعني ما ينفعش تحط لي قله هنا اهو وتعملها زي ما انت وريتني. انا هقطعك على فكره. بص عامل ازاي. ماشي بيبقى في حاجات كده مش اسمها موجوده شبه كده بس مش قله يعني. لا مش كده بتبقى زي مجهوله كده صغيره. انجز يا ايمن عايز زي ما انا وريتها لك كده. خلاص تمام. طيب مستني. طيب دلوقتي الشوط اللي هي الرائع اللي هو بعد كل مروه اللي هو تمام فاضل في زيتونه صغيره اللي هو ايه اللي هو شكل الجلوينج اللي هو اللي ورا تمام وشكل الميه. الجلوينج اللي ورا ده هنكبر بس بايه الريديوس بتاع الشكل. طب تمام شكرا. طب الشكل تحت اللي هي الويفز دي هنعمل فيها ايه؟ حاجه كده ادي الشكل اهو حلو. من جوه الماتيريال احنا ما بنصنعش ماتيريال واحنا لسه اصلا ما خدناش ماتيريال فهي اللي عملته ده اجتهادا منها بس.
فانت لو جيتي هنا وكده ادي الميه اللي احنا عاملينها تمام مالها، هتلاقي فيه من ضمن الخصائص بتاعتها من تحت خالص كده هتلاقي فيه عندك هنا وظيفه اسمها بامب، كانت فوق كانت تحت على حسب نسخه البيري اللي عندك. يعني كلمه مين. بامب تحت عنوان اسمه مابس. ايه البامب ده؟ البامب ده اللي هو البارز والغائب. مش فاهم، تعالي كده خلي الاثنين دي واحد وتعالي نعمل ريندر. بس تعالي سايب لك ده، احنا انا بقول حتى في التسجيل ان احنا لسه ما خدناش ماتيريال اجتهادا مني كده. فانا سايبت الشط وهاجي كده اروح جاي عامل هنا ريندر تاني. بص لشكل الميه اللي جت، هل بقت مسطحه اكتر؟ حركه التمويجه اللي فيها قل. تمام. طب يبقى انا كده بلعب فين؟ البامب ده اللي هو البارز والغائر اللي هو كان ايمن بيسالني عليه، اللي هو بتاع الحفر او بتاع الذخائر، ده هناخده في الماتيريال. طيب ده المنظر اهو. بص لو انا جيت هنا اهو وخلص، لسه وما يخلص، فاجي كده يا مروه اخلي ده هنا ايه واخلي ده هنا كده دي. ده المنظر الويفز اهو، شايفه؟ بصي في فرق في التمويجه. طيب ده بيديكي بروز قد ايه في الموجه او بيخفي الموجه قد ايه؟ بص كده شايفه؟ الموجه لما تكتر كده مش هتبين لك شكل الايه؟ اللي هو الشكل ده. يعني دي هنا الموجه كتير. خدتي بالك؟ لو خليتي لو شلتي الموجه خالص هتلاقيها مسطحه. طب انت عندك اصل الصوره اللي انا مديها لك هي اصلا المفروض تبقى مسطحه عشان دي المفروض ميه راكده يعني مش بحر. جدع. طيب بس انا ما لقيتش حاجه قدامي بصراحه غير هي ديت، فقلت اتصرف مؤقتا. بص دي كده عامله ازاي؟ ماشي ادي سيف اهي. هنروح نعملين ايه بقى؟ هروح جاي ده ستوب لو سمحت اهي، واجي كده مثلا كليك يمين كلير. خلي بالك احنا بنلعب في الماتيريال اللي هي التمبلت الجاهز. انا شلتها خالص، شلت بامبا خالص يعني ما فيهاش ماء بايه خالص. اوكي. حتى لو دي فيها قيمه فهي ما فيهاش حاجه. بص لما تيجي تعمليها كده رندر. شايفه؟ انعكاس فوق هو هو تحت. خلاص اللي هي واخده ريفليكشن بس. فانت عندك القيمه دي، انا هعمل كده اندو وارجعها اللي هي دي. هو كان حاططها اثنين ماشي. بس انا ممكن العب فيها ازاي؟ هو بيقول لك جوه البامب ده بيديكي بارز وغائر ووظيفه اسمها نويز. نويز دي اللي هي زي دوشه او زي بوينتس كده، شايفه؟ تمام؟ لو لما تيجي تخش عليها بيقول لك ان حجم النويز قد ايه؟ اقلله. لو انت جيتي قللتيها هيبقى عامله زي تحبيبه الروله، عارفه انت الدهان بتاع الحيطه اللي موجود عندك؟ لو مشيتي ايدك هتلاقي محببه حاجه زي السمسم كده. خدت بالك ده لما بتيجي تقلليها. بص انت عندك شكل الايفكت هيكون عامل ازاي؟ تعالي بس ايه نشغلها الوظيفه. بصي بصي النويز الخفيف قوي اللي تحت ده. مش ملصق زي فوق يعني. تعالي نخلي دي كده بقى 100 كما كانت اهي. بصي عادي. طب بصي كده لما تيجي تكبريها، انا بقول لك الاوبشنز عشان لما تحب تظبطي البحر زي ما انت عايز. خليتها 200 كبرتها، فهيبقى في موجه بس واسعه. شايفه؟ خليها هنا 300 اهي. طيب يبقى انت كده عندك حاجتين، النويز يديكي حجم دي شايفاه؟ تمام. والبامب اللي موجوده من بره تديكي ان هي تبقى بارزه فوق قد ايه وتحت قد ايه. تبالك؟ اوكي. فانت تقدري ان انت تيجي تخلي دي كده تلعبي بقى، تلعبي بايه؟ باختياراتك وباحساسك انت. تخلي البامب مثلا واحد ودي كبيره فتشوفي الايفكت. هل هتديكي نفس الشكل ولا لا؟ وتجرب اهي. بص بقى تعمل ازاي؟ خفيفه قوي شايفه؟ وصلت؟ ايوه يا باشمهندس. عايز اشوف بقى احلى شوط بقى. انت كده كده واخده الدرجه بتاعتك. ربنا يخليك يا باشمهندس. حاضر. بص عندك دي كده اهي. هو انت اصل الشيب ده هتعمله ازاي؟ هنرسمه 2 دي ونعمل له سترود ونحط حيطه في الاخر. 2 دي اهو. ده سكوير اهو. صح؟ تمام. طب انت جايب هنا 2 دي، ادي هنا لاين سيركل، هاجي اخد من هنا فيرتكس ميد بوينت اهي اهي، ثم اجي هنا موديفاي، ثم اجي هنا ايد سبلاين، ومش كل شويه ايه تمسح يا خالد؟ يعني مش كل شويه تمسح. واطفي السناب، اجي هنا سيجمنت، اروح ماسك الاثنين دول ديليت، اجي هنا فيرتكس واروح ماسك البوينت دي كده واروح جاي عامل هنا ويل. خلاص استنى، هو انت عندك المكان ده لما تيجي تعمله هنا اكسترود، بس انت محتاج تيجي تعمله هنا ايه؟ بس خد بالك انت محتاج تقفله. فخلاص خد بقى نسخه من دي وخلاص، اصل انت مش كل شويه هتعمل بقى حيطه وفيها زوايد مش عارف ايه.
امسك دي قبل ما تعملها الاوتلاين كده. انا بقول لك ازاي تستغل وقتك يعني تستغل حاجه انت بكون عاملها. عملت اوتلاين كده وراجع هنا لو سمحت روح اعمل هنا اكسكلود ورحت طالع في الكتب بتاعتي. انا كده ضامن 100% زيكو ان هي ايه مقفوله يعني ما فيهاش تسريب للنور ودي حاجه مهمه. اجي اعمل هنا دي اكسكلود اهي وخلي دي كده هنا واحد اهي واجي هنا كده السناب واخد من دي كده من بوينت اهي خلاص واجي هنا كده واروح واخد صحيفه دي كده شيفت واروح داخل كده يبقى انا كده قفلت مين ولازم اقفلها من قدام برضه. اه طبعا مش عايزها تسريب ولا حته نور يمكن كمان السناب غلط يعني تعالى نمسك دي كده اهي نتاكد بس. اه بص عامل ازاي ده غلط يعني اهو كده امسك دي. هو تسريب نور ازاي يعني يا باشمهندس يعني ما يكونش فيها فارق في السناب. السناب مش بفارق يعني. انا اقصد لو احنا هنعملها من ناحيه واحده يعني الناحيه اللي ورا دي هنقفلها ليه بقى مش ايه الناحيه اللي قدام يعني او اللي ورا يعني احنا نقفل الناحيه اللي هي فيها المرايه انما اللي قدام دي هتسرب نور ازاي او عادي يعني ما انت لو كده كده الكاميرا مش جايبه الحته اللي ورا ما مش جايبه حتى اللي ورا بس انت لو عندك في الشقه عندك مفيش جنب من جوانب الحيطه يبقى انت عندك الاضاءه الخارجيه هيجي لك منها نسخه صح. لو ايه لو انت في جنب من حيطان الشقه اللي انت قاعد فيها دلوقتي في جنب مش موجود الاضاءه الخارجيه هتجي لك منها اضاءه صح ولا ايه؟ اه اه طيب امال ايه؟ ما انا طب ماشي ما انا هنا هحط اضاءه واحده بس ليه عند ال انا هقول لك انت عندك ده الشيب بتاعك اهو اهو طيب وتخش جوه كده انت كده فين يا زيكو؟ كده جوه الشكل كده اهو انا كل ده بلعب ايه زوم ان وزوم اوت خلي بالك. طيب هتروح بس انا مش واصل معاه بعمل زوم ان ما بيخشليش جوه الاوبشن ليه؟ مش عارف يعني بفضل اقعد ازوم ازوم داخل حته سودا كده وما برضاش اعد واسطه واسطه هي هتلاقي السكرول عندك بس فيها مشكله تمسك دي كده واجي كده كنترول سي ثم سي اعملها وريني برضه خلاص تمام بص ادي الكادر اهو الله ده جابك الكادر طولي اهو تعالى هنا كده زي ما كنت بقول ايمن من شويه شيل اللي عملته صح وحطها كليك يمين سلكت الثانية تارجت واروح جاي ليها كده شايفها؟ رايت تشيك. هو ايه اللي حصل تاني دلوقتي يا باشمهندس؟ انا عملت كاميرا وبصيت هنا ايه من الكادر بتاعك ماشي تمام ماشي واجي اقول له انا شو سيف فريم اهو خلاص واشوف الكادر بتاعي عامل ازاي تعال نشوف الصوره الصوره اهي دي صوره طوليه زي ما كنت بقول لايمن من شويه انا جاي كده من ريندرنج اهي ريندر سيت اب واقول له جوه كومن خليه دي 2600 بس خلي لي الارتفاع عندك هنا 1200 شايفه؟ اه تمام واخش زوم اعمل شويه زوم خلاص طيب تمام الكادر ده بقى هينور ازاي؟ تعالى شيل اللايتنج والشادوز خليه هنا هاي كواليتي وارجع تاني شيل الشادوز انا الهاي كواليتي دي بقى يا باشمهندس مش عندي ما عشان انت عندك عشان الفيرجن بس في الفيرجن القديم مش موجود وخلي دي كده كلها لونها ابيض تمام حلو تعالى بقى نشتغل سيبك من الكنبتين اللي هم يمين وشمال دولت سهل وممكن اعملهم لك انت هتيجي بقى هنا عندك في الحته دي هتعمل ايه بقى ده كادر الكاميرا اهو لو حبيت تظبطه كده اهو شايفه اه خليها في السنتر بالظبط تمام ثم هتيجي هنا كده هتروح انت جايب هنا اهو مجرد بوكس في الحته دي تمام شايفه؟ تمام فين هو؟ اهو شايف؟ نفس القصة هتروح انت جايب هنا اللايت ادي هنا في راي واجي هنا في راي لايت اهو وروح حاطط هنا فين لايت وتخلي فيه الفريم نفس الشبه يعني نفس المقاس بتاع الفريم يا زيكو تمام اتجاهه منين يا زيكو؟ اهو من وراه خد بالك ارجع بيدي كده مفيش مانع ارجع بيدي كده والحته دي اروح ادي لها هنا مرايه انا جاي من ماتيريال لحد ما ناخد ماتيريال الاسبوع الجاي اجي كده اساين وشو واجي هنا الديفيوز ده هخليه هنا اسود دي من اصول اللي انت لو حبيت تعمل مرايه تمام وتجي هنا الاسود والرفليكت ابيض
وشيل عن صحن على كلمه بلاستيك عشان تبقى مرايه مرايه. خد بالك؟ تعال بقى نعمل ريندر كده. تعال بس نظبط الخطوتين ريندر سيت اب. مروه خلي بالك انت لسه ما خلصتيش يا مروه. قلت لها هظبط واوريك. بعتها لحضرتك يا باشمهندس. طيب تمام. طب انت معايا ولا حاجه؟ ايوه انا دلوقتي مع حضرتك. اوكي. طب انا يا باشمهندس في حاجه ممكن اعدلها؟ اشوف اقول. تمام. ايه ده؟ في حاجه طلعت؟ هي لسه بتبان اهي. بس النور باين يعني طالع. يعني بص هنا الاضاءه بتاعتك التارجت بتاعها لحد هنا والباقي ضلمه. بص هنا منوره الكل وبعد كده الكادر بتاعك عايز يخش كده شويه اهو. يعني جاي هنا كده وداخل الكادر كده اهو. شايفها؟ تمام كده. وبعد كده انت عندك اللايت ده الاضاءه بتاعته. تعال نغير لونه. ثم تعال هنا اهو التارجت بتاعها اهو شايفه؟ تنور لحد فين؟ لا 500 متر كتير. 500 متر عايزه تقل اهي. فين هي؟ 5 ادي التارجت اهو. تعال هنا نمسك اللايت اللي هو ده البلين لايت اللي هو ده وامسك اللايت تارجت اللي هو ده شايفه؟ شايف حاجه؟ اخره لحد فين؟ اخر اهو المرايه بشويه كده. بص اهو ما انت ممكن تحدد زي ما انت عايز اهو يعني كده. استنى احنا ما لعبناش في الجامه. يبقى تيجي تبتدي بقى تشوف ايه العناصر اللي احنا خدناها حته بحته. اروح جاي كده هنا عندي هنا الجامه. فين الجامه؟ ادي هنا كلر مالي. واجي اخش هنا اهو كده ادفانس واجي اخلي دي كده اهي اهي. ده انا رسمت 18 كتير قوي. ليه 18 ليه؟ هي مثلا 1.3 او 1.2 واجي اعمل هنا كده رندر. من هنا كده رندر بس تظهر. خدت بالك؟ وخلي بالك انت ممكن تقلل درجه اللايت نفسه اللي طالع من ورا. ما انت عندك الستاندرد بتاعه 30 ممكن اقلله. يعني ممكن امسك اللايت ده كده واقول له لو سمحت اهم حاجه يطلع نفس الشكل زي الصور. يعني خلي دي كده مثلا 10 طيب. ده الايفكت. وخلي بالك المرايه هنا اهو هي حاطط لك مرايه على الجسم كله. فالمرايه اللي ورا بص مش واخد بالك برضك من حاجه. انت عندك المرايه اللي ورا ضاربه فين؟ في الشكل ومديه موزعه على الاطراف. خلي المرايه دي كده جوه مقطوعه يعني نصها بره ونص جوه. انت معايا ولا فين؟ الحاجات دي الصغيره دي بتفرق. بص طب ما كده ما بص شايف حاجه؟ كتمت شويه؟ يا كاتم. طب ما هو كده لما المرايه تدخل يا باشمهندس جوه ما كده هتبقى هي اكنها مش لايت. عملت انا شيد مثلا حوالين المرايه وطلع منه اضاءه بره. ما انا عايز الاطراف دي. ما انا فاهم. انا ممكن اعمله بالمش لايت. بص ما احنا ممكن اعمله مش لايت. الفيصل عندك في النهايه شكل الايفكت اللي هيطلع لك مش شاطر. ما هو ادام المرايه دخلت فيه. طب ما هي كده كده يعني كتمت الحته اللي فيها الاضاءه دي. ما مش عايز ما تلزمنيش لانها كانت منوره للدنيا فوق وتحت. بص عامله ازاي؟ بص الفرق الوادي عامل ازاي؟ لو حد يا جماعه شايف معايا طيب؟ مع حضرتك شايفين. فرقت عن شويه. ايوه مش رندر عشان مش كل الناس تقعد بقى تزود وتقعد تزود في اللايت وفي الماتيريال وهكذا. وصلت؟ ايوه تمام. على انا عايز اغير الاسم ده على القائمه اللي موجوده من تحت دي. شايف انت حرف الاف؟ تمام. الله هو ده بيطلع ويختفي؟ طبعا اتفقنا ده اللي بيغير لك ساتوريشن واللون وهكذا. خلاص ده هو عشان ما كنتش مسجلها من شويه.
خلاص. عايز تكتب اسمك بقى، تيجي هنا على السهم ده تدوس عليه كده، واللي موجود ده اكتب هنا ايه؟ ايمن. اسمك ايمن ايه؟ ايمن سلطان. اسلام يا باشمهندس، ربنا يخليك. بالنسبه لي كده اس يو ال تي ان. تمام خلاص. ليش شركتك هنسميها مثلا، نسميها ايه؟ ان تي اي مثلا، اي ان تي اي. خدت بالك؟ يبقى انت الصوره اللي هتروح تعملها ريندر وتكتبها سنه كذا، يبقى انت الصوره اللي انت هتعملها ريندر ده. ثانيه واحده يا باشمهندس، استنى يا
المصيف وحشنا يا باشمهندس والله. ها والله ريا جري ايه؟ ريا جري مش سامع والله يا باشمهندس. بقول لك ريا جري ريا جري على المصيف. ريا جري وكلها عباره عن مجموعه اكسسوارز اصلا كده كده تحت ايدك اصلا وانت واحساسك وتخيلك واللي انت حابب تطلعه. بس شطاره ان انت ما تسيبش يعني انت شطاره ما تسيبش الا شط الا زي ما انت حاسه فاهمني بالظبط. في حد منكم يا جماعه خلص؟ هاي باشمهندس انا عملتها بس هي مختلفه شويه يعني مش عارفه حتى حضرتك اسال حضرتك عليها بس. ايوه طبعا بعت الصوره دي. ايه رايك كده يا ايمن؟ الله ينور يا باشمهندس والله. لو في دماغي كده لو بالليل شويه ونحط شويه اضاءات في المراكب دي تبقى حاجه جامده جدا. واو طبعا تعالى نعملها سوا اهي. تعالى نمسك دي كده وراح ماسك اللي هو سورس اوف لايت اللي هو ده وجاي هنا اهو كده وخلي القيمه بتاعته الانتنسيتي بتاعتها اهي ونخليها 0.4 احنا خدناها قبل كده 0.04 نخلي دي كده ايه رايك كده؟ الله ينور يا باشمهندس والله شغل جامد جدا يعني. ده غير ايه؟ غير الشغل اللي هو كمان بتاع الاكسبوجر يعني انت ممكن تلعب في الاكسبوجر زي ما انت عايز يعني. ايه؟ يعني انت ممكن وهله اولى كده وانت شغال تلعب فيها كده تديك شوت تاني او حاجه الموضوع مختلف يعني. ايه؟ صح. وزي ما انت قلت كده لو حطيت فيها اصلا هي شخصيا كمان اضاءه الموضوع هيبقى مختلف تماما. وصلت؟